السيد حبيب لمين وزير الثقافة. معالي الوزير مساء الخير. مساء الخير سيد محمد. معالي الوزير، أريد أن أفهم وأريد منك تعليق عن ما يحدث من حصار أو إغلاق لهذه الوزارات في طرابلس. لكن دعني أقول أن البعض ربما يخلط بين أمرين عندما يتحدث الإعلام، بين أن يكون خطما سياسيا أن يكون قائمة وأن يكون محللا سياسيا أيضا، وهذا في خلط كبير. وبعض السادة المتوفرون الآن على شاشات الإعلام هم كانوا خصوم سياسيين أصلا لهذه الحكومة، ومنذ بدايتها بأنهم نافسوا على رئاسة الحكومة أيضا قبل أن تصل. الأمر الآخر هو الذي يهمني تحديدا وهو أن تتوجه بلاد الشعب الليبي، أنه إذا استمرت مثل هذه المماحكات السياسية والضرب تحت الحزام وتسقط الخطاء والافتياد للحكومة الحالية، فإن هذا الأمر في ليبيا صدقني للهاوية، لأن هذه الحكومة لا تعمل بظروف جيدة وليست سعيدة بما حولها، وليست جالسة على كراسي من الريش، بل أنها جالسة على كراسي من الجهل، وتسير في حقول منظمة وفي بيئة سياسية مفخخة بالصراعات والتنافس على السلطة، وهذا الذي ينبغي أن نعرفه جميعا خاصة الشعب الليبي. ما يحدث الآن الكثير يحملون الشعارات، كثيرين يحملون الشعارات الوطنية والتوريد، ولكنهم حقيقة يصارعون على كرسي أو يصارعون على السلطة. من هم موجودون في السلطة الآن أولا جاءوا عبر طريقة انتخابية تمت داخل مصمت عام، وأقسموا اليمين والولاء للشعب والوطن ولله على خدمة الوطن بما يستطيعون بكل الإمكانيات المتاحة. لكن ما يحدث لدينا الآن من استقواب السلاح من عدة أطراف. لا لا لا، لكن سيد الامين معالي الوزير، عذرا معالي الوزير، لا اريد ان اقطع كلامك، لكن اريد منك عن ما يحدث الان. ومن اقتحامات ليست الا عمليات عسكريه ومن تيارات ومن جهات يجب ان نعترف ونسميها باسمائها. هناك تغول ناحيه السلطه سيد محمد، هذا باختصار هو المشهد الليبي لا اكثر ولا اقل. من هو يضيع الان هو الشعب الليبي ومن تقديم خدماته. طيب. والوصول للمواطن الذي عانى 4 عقود ويريدون ان يعاني اكثر، لاننا لا نوفر بيئه امنه للسياسي بالحكومه للتشريعي ان تعمل في ظروف راتبه كما هي. لكن سيد الحبيب، من الذي يعني خصوم الحكومة الذين يحاصرون الآن؟ أريد منك عن ما يحدث الآن أمام الوزارات، عذرا معالي الوزير، أمام هذه الوزارات، من هذه الجهة التي تتحمل مسؤولية ذلك وماذا تريد؟ الذي يحدث أمام هذه الوزارات هو عملية بالقانون هو مخالف تماما لأي شكل من أشكال الاعتصامات. أن تعطل مؤسسة الدولة بنفس القانون يعتبر جرم، أن تعطل الموظف أن يدخل عمله بحكم القانون يعتبر مخالف مهما كانت القضية أو المطلبية التي تحملها عادلة. هل ترون في ليبيا الآن التي نرى الآن مؤسسات تحاول أن تفعل نفسها وتقدم خدماتها بالقدر الذي نريد ونحلم به حتى نعطلها أياما عن أعمالها؟ هل هذا المشهد الذي يتابعه العالم الآن ويتابع ليبيا وما يحدث فيها يقدمنا كدولة تريد أن تنهض وتتحرك للأمام؟ هل هذه الرسالة التي لكن سيد الحبيب نعم طيب ما يعني سيد الحبيب بسلطتكم بالحكومة التنفيذية بسلطة تنفيذية من تتهمون؟ من الذي يعرقل عمل الحكومة؟ محمد لدي نخبة لن يلغي قرار العطلة يوم السبت حتى نتوجه لأعمالنا حتى نوجد الأمام. لا سيد الحبيب، سأعيد سؤالي مرة أخرى، بسلطتكم كسلطة تنفيذية بقدرتكم أيضا بوزاراتكم بما يحدث الآن أمامك في طرابلس، من تتهمون؟ من تحملون هذه المسؤولية من إغلاق هذه المؤسسات كما تقول؟ هذه الجهات أو الأطراف والتي البعض يسميها في مجتمع مدني وتنصب فيها بيان خاص من الحكومة لتحددها باسمها صادر عن مجلس الوزراء. لا استطيع ان اتكلم انا نيابه عن مجلس الوزراء في هذه اللحظه تحديدا. طيب. لكني اعرف ان هناك بيان سيصدر عن الحكومه سيحدد من هي هذه الجهات. باختصار دعك من الجهه ما تراه الان يعطيك اكثر من عنوان عن ما يحدث الان هو عمليه تعطيل. يعني صدقني ما يحدث في ليبيا حتى عندما تسد فجوه وتنشر قوه وتعبر مرحله تفاجئ باشتعال ازمه. نحن في حاله تفريخ للازمات وتعطيل الاداء الحكومي واصطياد لاي خطا.
لا تمر يوم او يومين او اسبوع حتى يحدث شيء يربك كل الاداء الحكومي والرسمي، ووضعنا في حاله حرج شديد وعطله امام تسهيل اداء مؤسسات الدوله لنفسها وتقديم اداءات وخدمات افضل مما كان للمواطن. ونحن يا سيد محمد حقيقه ربما لا يعرف البعض او يعرف وهو يتجاهل، نحن لدينا ربما ثلاث مشاكل: انفلات امني، بيئة سياسية غير آمنة قائمة على التفخيخ والتلغيم من عدة أطراف، وإفساد المناخ والجو للحكومة أو للدولة عموما وتعزيزها. طيب. لدينا تقاربة أخرى تتصل بثقافة الغنيمة، وهذه متوفرة في عدة جهات وأطراف، سواء كانت تيارات أو ثوار أو غير ثوار، وسمي ما شئت، وهو الظن بأن ليبيا ما بعد الثورة هي غنيمة، لابد لكل منا أن يأخذ حصته بطريقته الخاصة. يعني أنت تقول معالي الوزير أن هناك تعطيل لأداء الحكومة، وما نرى ما نراه اليوم هو تعطيل يتصارع على السلطة. نعم، يعني التعطيل لأداء الحكومة. لكن سيد الحبيب عذرا، ويضاعف عملة السلاح مدافعا ومحازن إليهم للاستقواء بهم والاستضلال بهم لمشروع انتخابي ربما بعد الانتخابات القادمة، وهذه مشاريع مكشوفة وسيناريوهات معروفة. طيب، يعني مسألة تعطيل الحكومة سيد الحبيب لمين؟ ما زلنا نتحدث عن المبهم وهذا المجهول. الجهة من هذه الجهة؟ يعني لماذا الحكومة لا تسمي الأشياء بمسمياتها إذا كانت الحكومة لا تمثل أي تيار؟ سألناها محمد وصدقني معروف. من هي؟ في بيان رسمي الحكومة لا تتعامل بهذه الطريقة، سيصدر بيان رسمي يحدد هذه الجهات. هذه الجهات ليست جديدة، هذه الجهات موجودة وحاضرة في النشاط السياسي الليبي ومنذ أكثر من سنة، وهي من تحاول دائما إحداث نقلات نوعية وحرجات للحكومة أو للمؤتمر، وتحاول أن تعيق حركة الدولة. وصدقني ويصدقني المواطن بيقتنع، والله لن تقوم لنا قائمة طالما ما زلنا نستقبل بالسلاح على بعضنا ونقتل بعضنا ونخرج بالقوة على بعضنا وننوي أعناق بعضنا وننوي كرامات بعضنا ولن نتجه للمصالحة والديمقراطية والعمل. ما لا نتجه إلى أعمالنا صباحا، ما لا نتجه للديمقراطية بنوايا طيبة وبعمل نبيل وبإخلاقيات وسلوكيات نبيلة، ما لم نتخلى عن جهويتنا ومناطقيتنا والنظر إلى جميع الليبيين جميعا ينظر إلى بعضهم أنهم كانوا شعبا محروما جميعا. طيب، وان يتعاون نظام دوله العداله دوله وزع العداله. طيب سيد معالي الوزير، نعم يعني هذه كل الحكم بالديمقراطيه فقط لا غير. نعم، الغنيمه والاقتتال وتعطيل الحكومه واحراج الحكومه اكثر من مره والمؤتمر الوطني، هذا ما قلته سيد حبيب لمين. معالي الوزير اعذرني فقط ان الوقت يدهمني، ليس لدي وقت. نعم، اعذرني على المقاطعه سيد الحبيب. سيد معالي الوزير، معالي الوزير اعذرني على المقاطعة حتى ألخص كلامك للمشاهد الكريم. تعطيل أداء الحكومة، ثقافة الغنيمة، الاقتتال، هي ذات الجهة التي أكثر من مرة أحرجت المؤتمر الوطني والحكومة في مواقف عدة كما يقول السيد معالي الوزير حبيب لمين عن ما يحدث الآن. فقط قدمنا ثلاث أسئلة نحاول البحث عنها: من هي هذه الجهة؟ ما هو هدفها؟ وكيف سيسير السيناريو؟ أعود مرة أخرى للدكتور